عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه زوزو فلوغ. اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم واحد الحرشه في المقله، في المقله الثقيله كتجي رائعه ومقادير بسيطه. كما عودتكم كنجيب لكم غير الوصفات البسيطه واللي كيوجدوا بسرعه. نتمنى تجربوها، راه غدا تنال الاعجاب ديالكم وكتحضر في وقت قصير بزاف دغيا تقدري توجديها. ما نطولش عليكم كيف العاده، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهاد البسبوسة اللي غنصايب اليوم ان شاء الله، غادي نحتاج عندي هنا كاس ديال الزيت، بلاصة البيضات، دانون فاني، عندي سيترو ديال الحليب، ساشية ديال فاني، جوج خمارات، عندي واحد قبيصة ديال الخميرة ديال الخبز، واحد قبيصة ديال الملح، كاس ديال السكر حبيبات، وغنحتاجو نص كيلو ديال السميدة رقيقة. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. غناخد واحد الإناء غادي ندير فيه كاسة البيضات اللي بدرجة حرارة المطبخ، غادي نضيف عليه السكر حبيبات، كاس ديال العلبة، وغادي نضيف عليه الخميره ديال الخبز بالملحه، غير شويه ديال الخميره ديال الخبز، نضيف ساشي ديال الفاني، الزيت، دانون الفاني، نخلطو مع العصير كاملين خطرة وحدة، كتجي رائعة طيب تقدري تحضريها. نضيف السترو ديال الحليب، ماشي السترو هذا اللي خويت، هذاك ما خويت في الكاس، انا ضفت داك اللي بقى في نصف لتر ديال الحليب كله، دابا غادي نضيف السميده، كيلو ديال السميدة كيف قلت لكم، وخمارات، جوج خمارات، نخلطوهم مزيان، الخليط راه تيبقى جاري ومتعقدش، ميكونش عاقد. القوام ديالو كيكون بحال هكا، متخافوش منو، راه ملي غدا طيب غدا تجي رائعة. هي أصلا راه كتشرب، تخليوها بما دهنتو المول غتلقاوها شربات. أنا دهنت المول اللي غدا ندير فيه الكيكة، هاد المقلة تقيلة كتشوفوا، دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت عليها السميده، دابا غادي نفرغ فيها داك الخليط ديالي. شوف كيفاش كيولي راه تعقد، غادي نفرغو فيها كامل، جربوها راه كتجي رائعه، سريعه التحضير. غنقادوها بحال هكا بهذا الشكل، غادي نشعل الفران، دابا غادي نديرها في الفرن طيب ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي.
هاي البسبوسه ديالي من بعد ما طابت خرجتها من الفرن، كتجيب هذا الشكل كتشوفوا. دابا غادي ندهنها في العسل. بغيتو تحيدوها من المقلة حيدوها، بغيتو تخليوها خليوها، انا نخليها نقطعها في المقلة. ديروها بالنافاج ولا كونفيتور ولا اللي بغيتو. عندي واحد شويه ديال الكوك، غادي نزوقها به من الفوق. تقدروا ديروه، تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروا لوس ايفيلي كونكاسي اللي بغيتو. هذا هو الشكل ديالها، انا غادي نقطعها باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيكون. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، كيف كتشوفوا تما كتجي غليظه وكتجي زوينه هشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه غادا تنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى اللي مازال ما مشتركش معايا في القناه ديالي يشارك معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وحاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش حتى هما يتابوناو معايا. ونتلاقى معكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.